سواليف منحازون للوطن. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الشكر كل الشكر لحزب جبهة العمل الإسلامي على هذه الاستضافة، والشكر أيضا للحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز لضد الاحتلال. وأنا عندي مداخلتين صراحة، مداخلة شفوية مباشرة ومداخلة منمقة عن الدبلوماسية. دكتور عبد الفتاح، سألت أنت ليش دخلوا بالدورة؟ إحنا وقعنا معهم اتفاقية عشان نجيب الطاقة من عندهم، وبعدين عملنا اتفاقية عشان نولد الطاقة عندنا ونبيعهم إياها. هذا ذكرني في حال بعض المهربين في الرمزة في الستينات، حيث كانوا يهربون السكر إلى سوريا ويستوردوه قطرا أو يهربوه قطرا. فبإمكانك تسوي السكر قطرا عندك الدار وليش تروح لهناك وتغلب حالك اللف والدورة كلها. أقول لك باختصار، أنا رجل الأحيان الصريحة والمباشرة، هذه اتفاقية لو سميها اتفاقية جوزيتش وراد الله تفوح منها رائحة السمسرة من ألفها إلى يائها، لا حكومات تعرف عنها ولا مجالس نيابية تعرف عنها، لكن هي الكوميشن المجزي العالي وتفهمون البقية. نحن في الحركة الشعبية للتغيير التي انطلقت في نيسان 2021 ومنذ تأسيسها وأصدار الوثيقة البرامجية، تبنت الموقف الرافض والحازم لأي شكل من أشكال التعاون أو الاتفاق أو المعاهدات أو التطبيع مع العدو الصهيوني. وتجلى ذلك في الثابت الثالث من ثوابت الحركة الشعبية للتغيير عندما قالت أن العدو الصهيوني هو العدو المركزي للأردن والأمة، وتنقلت سياسات الأردن وتوجهاته المتصلة بالصراع من هذا الثابت الأساس. أما موقف الحركة الشعبية للتغيير الرافض للموقف الرسمي التطبيعي، والذي يصب للأسف في مصلحة مشروع إسرائيلي كبرى وعظمى الذي تسعى إليه، فكان جليا وواضحا، حيث قالت الوثيقة أنها ملتزمة بالموقف المبدئي في الصراع الدائر بين الحركة التحرر العربي والتحالف الإمبريالي الأمريكي الصهيوني، والتصدي للمشاريع والاتفاقيات التي تستهدف تصفية الأردن وفلسطين معا، واعتبار الاتفاقيات أو الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والمائية مع العدو الصهيوني اتفاقيات باطلة صادقت عليها مجالس نيابية وحكومات غير مفوضة من الشعب، وما بني على باطل فهو باطل. ومع احترامنا لأخونا أبو عماد أستاذنا الكبير، يعني مجالس